اوكي، فبسم الله احنا هنرسم السيستم الاولاني اللي هو ده، تمام كده. فتعال نشوف مع بعض كده ده نرسمه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، هروح على سوليد ووركس وافتح. اوكي، اول حاجه خالص انا محتاج ارسم فين مثلا. احنا كنا راسمين هنا، عايز بس اتاكد من الرسمه بتاعتي اللي انا كنت رسمتها قبل كده. احنا كنا راسمينها فين؟ في ال اوكي تمام، يعني احنا راسمينها هنا في ال رايت، صح كده؟ ماشي، يبقى احنا في الرايت بلين هنروح نرسم. اوكي، اول حاجه خالص هنرسم الايه، التو لونج بتوعنا، تمام. واروح هنا، والله هو قال ان الدايمتر بتاعنا قد ايه، تعال نشوف كده. الدايمتر بتاعنا 0.152 متر، حلو قوي، ماشي. وبعد كده هروح اعمل لها اكسترود. اكسترود دي قد ايه بقى؟ تبقى حوالي 7 متر، تمام، ماشي، 7 متر اهو. اوكي، بس ماشي 100 100. بعد كده انا هعمل ايه؟ هروح هنا، والله هعمل بلين تاني عشان اقدر اعمل ميرور بسرعه. هعمل بلين، البلين ده هيبقى المفروض انا عايزه في النص المسافه هنا يعني، تمام، بس هيبقى العكس، تمام كده. هيبقى احنا المسافه دي 3، يبقى 1.5، بس هيبقى الناحيه التانيه، تمام، او ممكن هنا ولا ماشي خالص. اوكي، يبقى 1.5. بعد كده هروح تمام. اعمل ميرور. اوكي، هعمل ميرور بقى بتاعتي عشان اشوف الناحيه التانيه. يعني انا رسمت ده، عايز ارسم ده بقى كمان الناحيه التانيه قدامه، فهعمل ايه؟ فاختار بقى بس الباديز تو ميرور عشان ده بادي بس كده، وحواليه بلان 1 او فيلد ميرج ده بلوت بادي بلوت سبيس. ايه المشكله؟ خلينا نشوف. بسم الله، عندي بلين 1. اوكي ماشي، طب خلينا نعمل اديت، بلاش الفيتشرز، خلينا نروح للبوديز. بسم الله، خلينا نشيل ده ونعمل ميرور، نختار ده، ماشي، نختار بقى هنا ايه، انا عايز البوديز تو ميرور. بسم الله، نروح نعمل ده فيلد ميرج ذا نيوت جينيتيك باي ذا ورك بيس ويز ذا ورك بيس. ليه بقى؟ خلينا نشوف ميرج، ميرج سورت. عشان كنا عاملين ميرج، فهو مش هينفع يعمل ميرج طبعا، يعني مش هينفع يوصل التو مع بعض، فبالتالي خلاص هما ايه منفصلين. فانا كده عملت الاثنين دول، محتاج بقى ان انا اعمل ايه بقى؟ اللي تقريبا ده بالظبط كده، ارسم بقى اللي هو الحاجات بقى الصغيره اللي هي في النص. فانا هعمل كده واروح اعمل سكتش، ماشي ماشي، اروح بقى انا ارسم، ماشي حلو. المفروض بقى الدايمنشنز، اوكي، كان بقى 0.1016، حلو قوي، ماشي. والابعاد بقى من هنا لهنا قد ايه؟ هو قال لك ان ده المسافه 1 متر، 1 2 3 4 5 6، ف6 متر، يبقى في نص هنا ونص هنا عشان يبقى 7، فيبقى هنا نص متر، حلو. وهنا هو المفروض يبقى 0، هو فعلا على اللاين، السنتر لاين بالظبط، فيبقى كده احنا تمام، ماشي. وانا كده رسمت اول واحده، هعمل بقى ايه؟ هعمل زي لينير سكتش عشان خاطر انا عارف كويس ان الشكل ده هيتكرر، تمام، ده هيتكرر. أستاذ، بالنسبة للواجهة نتاع لانسيس، مش كيما اللي نخدم بها مش سامع. الواجهة نتاع لانسيس تاعك مازال دخل. اوكي، فانا بالتالي انا عايز اعمل بقى ايه؟ امشيه في الاكس كام واحد؟ انا عايز 7، والمسافه تبقى 1 متر بس الناحيه التانيه بقى، بس كده. واعمل اوكي، وبعد كده هروح اعمل فيتشر بقى ايه، ماشي، لحد كام بقى؟ لحد 3 متر، لحد النص، بس كده، بس 100 100. يبقى انا كده دخلت الاثنين في بعض، حلو. فاضل كده اخر حاجه خالص ان ارسم بقى ادخل الانلت والاوتلت، تمام. وانا رايح برضو لده واقف هنا واعمل سكتش، ماشي اهو، واختار ده، حلو قوي. بعد كده ده الطول بتاعه. بص بقى هنا، هنا في حاجتين، ليه؟ اللي هو دلوقتي انا مش عارف هل ده مثلا كبير ولا صغير، يعني الدايمتر ده كبير ولا صغير، العرض بس هو باين ان هو نورمال شكله كبير عريض بالظبط، عرض فقال من 1.52 7 متر بالظبط كده. فهنشتغل بقى نفسه، لو ايه، هذا اللي طوله 7 متر نفس نورمال الطول نعم. بالظبط كده، اللي هو ده بالظبط، صح كده. فده كده هيبقى 1.52 على 2، يعني لو حسبنا الكالكوليتر 1.52 على 2 7 6، شايف النص بالظبط، صح، حلو قوي. تاني حاجه اللي هو بقى الطول، يعني هو دلوقتي فين بالظبط من ال، لكن يعني هو فين بقى؟ فانا عايز ممكن احطه في نص المسافه، يعني النص ما بين هنا وبين هنا، يعني ايه، فبدل ما ماشي يبقى بعيد، بالحديد يعني بدل ما مشفت من هنا او هنا اخليه في نص المسافه، يعني من هنا لهنا نص المسافه، اللي هي كام؟ ياخذ حوالي ربع، تمام كده بس. وبعد كده هعمل اوكي، بس خلينا نبص بصه تانيه معلش، ونرسم واحده تانيه بقى فين؟ هنا، تمام، ونتاكد من الابعاد، تمام مظبوطه، ونحط من هنا لهنا قد ايه؟ 25 بالظبط. وبعد كده خلاص انا كده رسمت دول، اروح بعمل فيتشر قد ايه بقى؟ 3 متر بالظبط كده، هم 3 3 متر متر اللي هو ايه؟ هينزل فيه بس 100 100 كده، خلاص احنا كده رسمنا الجيومتري بتاعتنا، ما فيهاش اي مشكله، تقدر تخش وتخلص وتعمل كل حاجه ومش هتقابل اي مشكله خالص، تمام؟ حلو، احنا بس ممكن نحسن شويه ان احنا نعمل ايه بقى؟ بدل ما يبقى فيه زي يعني ايه؟ ايدجز كده مره واحده، ان الفلو يحصل له زي ايدجز كده، فاحنا ممكن نعمل زي ايه، زي فيلت، فيلت يعني بدي ايه؟ جسم يعني واحد لحام كده في الحته ديت تحسن شكل الرسمه، لان الطبيعي ان هي ما فيش حاجتين بيخشوا في بعض، لازم يتلحموا،
تمام؟ فممكن تاني اعملها بس لتسهيل المشي يعني عشان خاطر المشي تبقى شكلها احسن شويه. فبعمل المختار دي اهي، المختار دي، وبنعمل زي يعني خلينا نشوف هل دي مثلا، هل دي احسن؟ اوكي يعني، ولا نرجع لدي، خلينا نشيل ده ونحط ده وده، بس ده رقم كبير فابدا اقلل. يبقى حلو قوي، بس فده كده يعني حاجه بس تبقى ايه شكلها لذيذ عشان خاطر ما يبقاش زي ايدج كده باين عندنا، فنتاكد من شكله. فانا قصدي يبقى حاجه كده بس ايه بسيطه يعني، حاجه كده ايه خفيفه بالظبط، عشان بس ايه موضوع الايدج دي. فانت ممكن نزود شويه بس لو، او يعني حاجه بسيطه كده هكذا مش فيه هكذا اه، يبقى بس يبقى خاطر كل ما نقصت شيء ما تبيعش الهواء، الهواء اللي يدخل ما يبيعش ليه بالظبط بالظبط، عشان ما يكون نضايقش. شوشة وهلو. خلينا 0.01، ويبقى كده بقى في ايه في كله بقى يعني ايه، عشان ما نضايقهمش. ماشي ماشي، حلو جدا. وهنا برضو ماشي، وهنا برضو، وهنا برضو، مثال تمام، وهنا حاجة هنا بعد كده مثال بس. بس هو بس كده حسن شكل البتاع شويه، يدينا انديكيشن للفلو، ما يعني ما يبقى في المشي هيبقى احسن شويه، احسن كتير كمان. ماشي كده خلصنا الرسمه، هنعمل لها بس سيف ونسميها اهو مثلا ايه سوليد بارت نيو. اوكي حلو، بس انا لازم عشان انسس بيفهمها ستيب، فلازم اعمل لها سيف از ايه ستيب فايل، فانا هسميها هنا ايه ستيب فايل بس وسيف. اوكي واختار اول بوديز، وانا كده سيفتها. تاني خطوه عندنا بقى وهي خطوه الميشنج، فاروح على انسس، افتح انسس عادي جدا، نستنى بس لغايه لما يفتح ونرجع بقى نسجل. تمام احنا دلوقتي خلاص هنخش بقى فتره الميش. انا هسحب فلوينت واسمي سيف البروجكت بس بتاعي الاول. ثانيه واحده تمام، حلو قوي. ماشي هروح بقى اول حاجه على الجيومتري وافتح ديزاين مودلر. انا مش ديزاين مودلر اسهل شويه في الميشنج وتظبيط الميشنج كمان يعني في الجيومتري، هنستناه بس يفتح معانا. تمام هو كده خلاص فتح معانا. فاحنا هنعمل ايه، هنروح بس على مثلا فايل الاول ونعمل امبورت للجيومتري بتاعتنا الاول. هو ده فين احنا هنا عايزين، او سوليد بارت نيو هو ده، ونعمل اد، نخليه لازم اد فروزن يعني لازم يكون اد فروزن تمام، عشان نقدر نزود عليه الجزء بتاع السويل. لو هو اد ماتيريال بيجمع الاثنين مع بعض، واحنا مش عايزين كده، احنا عايزين كل واحد لوحده تمام. حلو، فعشان كده اعمل اد فروزن واعمل جنريت. اوكي بس انا شايف كده ده الاكس واي وده الزد. طبعا احنا لو عايزين نخليه لا هو في اتجاه الزد يعني، خليه في اتجاه يعني الزد بتاعنا هو الزد بتاعنا فاهم يعني، فاهم يعني هو ايه الارتفاع، يبقى هو الهواء بيخش من الزد. فاعمل ايه، سهل جدا، انا اروح هنا بس، وبدل هنا في الامبورت بدل خليه اكس واي خليه حاجه ثانيه يعني. هو مثلا كان عامله، هو كان عامله ايه اكس واي بلين، خليه مثلا اه زد اكس بلين مثلا، ونجرب كده لحد ما بس ما نشوف. لا هنا العكس معلش، يبقى مش زد اكس واي، يبقى هنعمله واي زد بلين ونشوف كده. بس كده كده 100 100 اهو، حلو قوي كده. بس فكده في الست ماشي، مش 100 100 خلاص. ماشي يبقى ده كده الالت بتاعنا، وده كده الايه الاوتلت. بس اوكي حلو احنا كده عملنا اول حاجه. طب انا عايز ارسم بقى السويل، احنا كده درسنا الجريد بس انا عايز بقى السويل صح. طب هعمل ايه، فهنروح نعمل حاجه اسمها يعني في بلين مثلا بتاعنا، في اني بلين بقى عندنا دلوقتي حزين الاكس مثلا او الاكس زد هو ده ماشي، لوك ات اهو، ويلا نرسم بقى ايه البلين بتاعنا. انا البلين بتاعنا هيبقى في اللي هو الجزء ده. طب هنرسمه ازاي، انا هروح هنا في سكتش هعمل حاجه اسمها نيو سكتش، واروح هنا احط ريكتانجلر ماشي. الريكتانجلر بتاعنا ده هيبقى ايه اه يعني هيبقى ايه، هو هيبقى احنا الصوت قلنا ايه عايزين 0.3 فوق و0.3. طب ليه 0.3، هو قايل دلوقتي ان هو خد خد قد ايه يعني، هو الديستريبيوشن بتاعتنا اه قد ايه، خلينا نرجع كده نبص عليها بصه. هو قال لك ان هو خد 4 تايمز اوف باي ريديس، يعني خد اربعه من الريديس بتاع الايه بتاع البايب. هو قال لك ان ده اللي احنا عملناه تمام، لا 4 مرات اربع مرات بس، هو اربع مرات عن الريديس الكبير اللي هو 0.152، لان هو ده اصلا ايه المتحكم عندنا. فدلوقتي يعني اربعه في الريديس يعني اثنين في الدايمتر صح، ولما نقول اثنين في الدايمتر ده معناه ايه، يعني اثنين في 0.152 يعني ايه، يعني 0.3 كام، 0.3 تعالى نسمع بعض يعني، تعالى نشوف اهو 0.152 في 2 يعني 0.3 اوف نديرها مرتين. بالظبط يعني، يعني 0.34 هنا وهنا وهنا فوق وتحت وشمال ويمين. فانا هعمل ايه بقى، ما انا رايح كده في الدايمنشنز قول والله بص ده المفروض من ده لده ومن ده لده ومن ده لفين بقى يعني، خلينا بقى نحسبها مع بعض انا اول حاجه لبسط خالص كده اه، يعني ده هيبقى 0.304 وده هيبقى 0.304 ماشي. ايه تاني برضو احنا محتاجين بقى نحسب ايه الحفة. ايوه بالظبط، انا عايز اسمع من هنا
لحد هنا و3 نفس و4 القياس. تمام. والناحية التانية بقى هنعمل ايه؟ المسافة دي من اول هنا لحد هنا اللي هيبقى 3 بوينت 3 0 1 ليه؟ لان هو في 3 اصلا متر في الاول طول البتاع ده ايه كله. ثلاثة مع بس بالظبط كده. فانا هعمل ايه بقى؟ همشي بقى السوليد دي كلها، تمديد. همشيها بقى ايه؟ هنشوف دلوقتي همشيها ازاي. هروح انا على الموديلنج وهعمل اكسترود ابلاي، بس هعمل اد فروزن عشان كل واحد يبقى لوحده. وهمشي قد ايه؟ همشي 7.304 متر يعني، همشي برضه قدام سبعة وهرجع من ورا هذا يعني الإضافة كده. ايه؟ اه يعني هرجع ده كده اهو، وهعمل ده تاني الفيس ده وهعمل له اكسترود ماشي، اللي هو في انهي اتجاه بقى؟ اللي يروح تمام؟ للبازل اه بس يعني هو في الدايركشن ده لحد لحد ماشي. وهنعملها دي اد ماتيريال، لان انا عايز اضيفها على الماتيريال ايه؟ على الماتيريال دي. ممكن اعملها خليها اد فروزن برضو عشان خاطر ايه؟ تمام؟ بس انا عارف كويس ان دول ودي مع بعض، يعني الاثنين دول مع بعض. فانا هروح ماشي هنا معاك. اه، اول حاجه هعمل حاجه اسمها بولين، اضيف دي مع دي اعملها يونت او يونايت بس. فدي كده بقى اسمها ايه؟ السويل كلها على بعض، ودي الجريد بتاعنا تمام كده؟ حلو. فانا هسمي دي اهو جريد، واسمي دي سويد تمام. ودي اصلا مش سوليد، دي المفروض ايه؟ نفسه فلويد، ده الهواء اصلا. ودي وين هي فعلا سوليد اللي هي ايه؟ الايه السويل بتاعي. حلو قوي، منطقي جدا ماشي 100 100، مفيش اي مشكله. خلينا بقى ثانيه واحده ماشي، انا بس اه تمام حلو. بعد كده نبدا بقى نعمل ايه؟ قبل اي حاجه هطرح الاثنين دول من بعض، انا عايز افصل السويل من ده، يعني ما ينفعش اقول ان ده انا عايز افصل السويل من ده. فاعمل ايه؟ وانا رايح هنا هعمل حاجه اسمها معلش مش بوليان، ايوه بوليان 2، اختار ده. بس اول حاجه اعمل سبتراكت، اختار ده سويل. طب انت هتروح منه ايه؟ هتروح منه الجريد. طب انت عايز تشيل الجريد منه، في حاجتين. لو انا شلت الجريد لو قلت له نو، يعني بقى احافظ على البادي اللي انت بتمسحه ده، لو انا قلت له نو هيعمل ايه؟ هو هيعمل ايه؟ هيشيل لي البادي كله. يعني عملت أصلاً. جنريت، بص هو عمل ايه؟ خرم الدومين، يعني هو خرم الدومين بتاعي. فده مش صح، انا مش عايز يعمل كده، مش عايز يعمل كده. انا عايزه فيه يبقى فيه بايب، والبايب ده يمشي فيها هواء، فاهمين؟ فاهم؟ عشان كده ايه، مش هينفع اقول له يعمل كده، ده كده غلط تماما تماما تماما. يعني بصي، هو عمل زي هولو كده، يعني الحته دي فاضيه فاضيه صح فاضيه من جوه، فده مش صح. هو مش ده، ده مش صح خالص، مش ده المفروض نعمله. فساعتها انا البولين ده لا، ما ينفعش اقول له نو، اعمل له انا ايه؟ يس. فيحافظ على البودي، يبقى تراحم من بعض ومحافظ ايه؟ محافظ عليهم. ده الجريد وده الايه؟ وده السويل. ده الجريد وده ايه؟ السويل. الاثنين مطروحين من بعض، ده حاجه وده حاجه ثانيه خالص، دي ماده ودي ماده ثانيه خالص. تمام كده؟ حلو قوي. تعال بقى ايه، نشوف ايه اللي احنا ممكن نعمله. اول حاجه احنا محتاجين نسمي الدومين بتاعنا. يعني ايه محتاجين نسمي الدومين بتاعنا؟ اول حاجه انا خلاص عرفت ان ده جريد وده سويل. هبدا بعمل ايه؟ هقول والله ان ده الالت، فاختار السفيس ده واقول ان الالت ده، الالت ده الشكل الالت بتاعي، فده الالت اهو هسميه الالت اوكي. وده الاوتلت بتاعي هسميه اوتلت اوكي. حلو جدا ماشي، مفيش اي مشكله. ايه تاني؟ هو قال ان الجزء اللي فوق ده هيبقى انستليشن. يعني ايه انستليشن؟ يعني معزول تمام. فخلاص انا ده هعزله، يعني الجزء ده انا هعزله، ما معلوش اي حاجه. وقال لك ان هو اللي بره الديستريبيوتد سويل ده مش هيتاثر بالحراره، يعني الجزء اللي هيتاثر بالحراره هو الجزء ده اللي تحت مش اللي فوق، اللي هو على عمق 3 متر. فعشان كده انا هسميه ده ديستريبيوتد او انستليشن، هسميه انستليشن ووت تمام. حلو قوي ماشي، ما عنديش اي مشكله. بعد كده هعمل ايه؟ انا هختار ده بس السويل ده، لان السويل ده درجه الحراره بتاعه السطح بتاعه هيبقى اللي هو تي اس. فهسمي دول كده اسمهم ايه؟ المفروض هما يبقوا 6 ايوه، وده معانا. فده هسميه سويل اوت فيس، دول اللي هيتحط عليهم تي اس. حلو جدا كده، فاضل الجريد بقى. احنا عندنا سطح الجريد الداخلي وسطح الجريد الخارجي، يعني هو الاثنين دول لازم يكونوا بايه، بيحصل له زي انترفيس كده ما بين السويل وما بين البايبس صح. فبالتالي لازم اعمل ايه بقى؟ اول حاجه انا بقى هطرح اشيل ده، اشيل اختار السويل بتاعتي الاول، وهعمل ايه؟ هايت، شلتها كده. وهعمل ايه؟ وانا بص هعمل ايه بقى؟ اختار الفيسز ديت ماشي، بس يعني ده وده الاربعه دول انا مش عايزهم في حاجه. هايت فيس اهو، شلت دول. تعال بقى ايه، نختار دول بقى، نختار كل الفيسز ديت بسم الله اهو، بوكس سيلكت كده تمام كده. وهسميها بايب واحد او بايب جريد وول تمام. حلو، ده كده بايب جريد وول. بعد كده هعمل ايه؟ هروح هنا هعمل شو البادي، وبعد كده هنا الجريد هعمل هايد البادي تمام. فانا كده عملت ايه؟ عملت هايد للايه؟ للجريد. واختار نفس الوولز ما عدا دي، يعني ما عدا ايه؟ ما عدا السيرفيسز ديت. فهعمل ايه بقى؟ انا رايح هنا اختار برضو، يعني بس قبل ما اعمل ايه اختار بقى الفيسز ديت
انا مش عايز ده، فهايده وده 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 وهايدهم برضو، وده هايد برضو الفيس بتاعه، وده يعني كل اللي انا مش عايزه هشيله عشان ما يضايقنيش، وده وده لا معلش. ماشي هشيل ده وده واعمل هايد فيس. حلو قوي كده ماشي. بس فهسميها دي برضو بوكس سيلكت كده، هسميها بقى ايه؟ بايب سويل اس وولز. تمام دول 56 سيرفس ودي 56، هما الاثنين 56 بس ده بتاع اللي جوه وده بتاع اللي بره. تمام كده حلو جدا. بس نعمل بقى ايه؟ شو اول فيسز وشو اول بادز 100 100. احنا كده تمام، كده احنا خلصنا مفيش اي مشكله كده، ما فيهاش اي حاجه خلاص معانا. عرفنا قله الاوتلت، قله الاوتلت الانستليشن وول. تمام ايه تاني؟ السويل اوت فيسز ماشي الستة، وبعد كده دول وبعد كده دول. تمام حلو قوي. بس كده هنخلصنا الجيومتري، نقفل بقى الجزء ده ونروح على الميشنج. بس قبل كده لازم نسيب البروجكت بتاعنا ونروح على خطوه الميشنج. بعد ما كنت تمام هو كده خلاص فتح معانا الميش بالشكل اللي هو خلاص مسمع معانا كل حاجه. طبعا احنا ممكن نجرب الميش الاول، هو يعني طبعا هيدينا ارقام ما تكونش احسن حاجه، بس هو قال حاجه كويسه قوي، قال ان هو استخدم اصلا الميشنج هنا كان ايه؟ يعني هو قال لك ان هو استخدم في الميشنج التترا، فانا عامل زيه بصراحه، مش هنصعب على نفسنا ونعمل حاجه صعبه. هو قال ان هو استخدم الايه؟ التترا اليمنتس، فده كويس خلاص. انا استخدم برضو المثلثات، فبس يخلص كده ونبص على المثلثات مع بعض. نرجع كده لغايه لما يخلص. طيب هو كده خلص الميش، انتوا شايفين كده ده شكل الميش بتاعنا. طبعا هو عامل زي تحسين كده للحاجات القريبه قوي من البوديز زي ما انتوا شايفين هنا كده. تمام ومصغر اكتر في الحتت البعيده طبعا. فاحنا ممكن نعمل حاجه زي نبص يعني ناخد سيكشن كده من فوق ماشي، يعني ممكن لو بصينا على الزد كده نروح هنا سيكشن بلين ونعمل سيكشن بلين ونختار. فانتوا شايفين كده هو عند كل بايب هو مصغر المش قوي عشان يدينا حل دقيق بالشكل ده. تمام طبعا ممكن نحسن شويه اكتر اكتر، احنا ممكن نروح للسايز هنا ونقول والله انت السايز بتاعنا 0.4، هو ممكن نقلله شويه ممكن مثلا 0.25 مثلا، ونعمل جنريت مره ثانيه. طبعا كل ما هنصغر كل ما عدد الاليمنتس هتزيد وكل ما وقت الحل هيزيد، بس كل ما يدينا حل ادق يعني احسن شويه. هو حسن المش بشكل كويس قوي برضه، خلينا 0.25 فده ادانا ارقام كويسه الى حد ما. تمام طبعا زي ما ده كل ما هدي يعني مثلا وصلنا هنا ل 3 مليون. تمام فطبعا احنا كل ما هنزود كل ما هيدينا حل ادق شويه، بس هيبوظ طبعا حاجات كثيره جدا في الحساب معانا، يعني قصدي هيطول في الحل جامد قوي. تمام احنا ممكن بس يعني نهتم بالبوديز اللي هي بتاعت الوولز بتاعت البايب عشان خاطر لو هنحل تربلنت. فبس احنا ممكن نعمل حاجه ثانيه، انا بس هروح هنا اعمل زي ريفاينمنت احسن شويه بس عند فين بقى اللي هو نيم سيلكشن اني بقى وولز اللي هي البايب جريد وول. تمام كده واعمل بس ريفاين مرتين وهعمل جنريت يحسن بس المش عند الوولز دي، ان الوولز دي مهتمين اكتر بالفلوس جريدينت، واحنا هنحل تربلنس موديل فمحتاجين نحط يعني ميشنج كويس او ريفاينمنت او انفليشن في الحته ديت. اوكي فهنعمل له ريفاينمنت بسيط كده زي كلاسترنج مش عشان نشوف الحل ممكن يطلع عامل ازاي. خلينا نرجع كده لغايه لما يخلص. بص انا شايف احنا غالبا ده هيطول جامد قوي، فاحنا ممكن نعمل حاجه ثانيه وهي ان انا اعمل ايه؟ ان انا ادي سايز للوولز دي. طبعا هو طبعا هياخد وقت كبير جدا جدا جدا، فخلينا نعمل سبريس للكلام ده ونروح نعمل حاجه اسمها سايزنج. يعني ممكن اصلا حاجه نزود دي بدل 0.25 نخليها 0.3 مثلا. اوكي ونعمل حاجه زي سايزنج كده للفيسز بقى، يعني اللي هو مثلا نيم سيلكشن اللي هو ده. اوكي وهندي له سايز مثلا اللي هو قد ايه مثلا لا مش المنت سايز بقى، انا هدي له مثلا 0.15 النص مثلا. اوكي واخليه هارد. نفس الكلام برده هنا اعمل فيس سايزنج واختار من هنا اللي هو الاثنين، لان انا نفس الفكره يعني هو نيم سيلكشن واختار ده يبقى بس بالنسبه للسؤال يعني نفس البتاع ده يبقى 1.5 النص برضه، ونعمل هولد ونعمل جنريت نجرب كده هيحصل ايه. خلينا نرجع كده لما يخلص. تمام هو خلص بسرعه كمان الحمد لله، فباين قوي الشكل ان هو مهتم قوي بالبتاع ده. بس اي ثينك ان هو بوظ حاجات تانيه زي الحته اللي تحت دي، يعني هو حس ان المش هنا بس ما فمحتاجين بقى نعمل ايه كمان؟ يعني هو ايه هو حاسس المشي ده بس ايه. طب احنا ممكن نعمل حاجه ممكن نبص على السكشن بلين بتاعنا. لا بص ما عملش ما عملهاش كويس بصراحه، فده مش كويس يعني ده مش احسن حاجه كده. ليه بقى؟ طب احنا ممكن نعمل حاجه ثانيه، نعمل برضو سايزنج ريال انستليشن وول برضو 0.15 هارد. ممكن بدل بقى هارد نخليه سوفت مثلا هنا ونخلي ده برضو سوفت عشان ما يبوظش الشكل شويه. خلينا نرجع له لما يخلص. تمام اللي هو ادانا مش بس برضه بوظ البتاع بشكل كبير جدا، فممكن نخليها بقى ايه 0.15 بس ايه بدل ما صفنا نخليها بقى هارد ونخليهم كلهم هارد كده. نجرب نعمل ده، نخلي برضه دي هارد ونعمل جنريت كده نجرب. تمام هو
هو خلص خلاص، عمل نشوف شكل ماشي طبعا يعني، برضه هو مش احسن حاجه، هو اي ثينك افضل حاجه ان احنا نسيب كل حاجه زي ما هي ونعمل سبريس كده ونجرب الحالة نشوف. الأولى ان هو اللي بيريدكت الميشنج، واي ثينك ان هو عمله بشكل حلو يعني، انا ما عملوش بشكل مش كويس، فخلاص خلينا نشوف هو اللي هو عمله ده كان كويس، فخلينا نوقفه ويرجع لما تمام يعني. احنا شايفين كده هو فعلا احسن حاجه وافضل شكل هو اللي جاي من الايه اللي هم عاملينه، فاي ثينك ده كويس يعني. خلينا حتى لو حبينا بعد كده نغير في ده على طول هو هيظبطه يعني، تمام في السايزنج هنا او في كل ايه تمام يعني، حتى هو الماكسيم سايز بوينت 6 احنا ممكن نقلله او نزوده، والكرفتشر برضه او الحته دي ممكن نظبطها وهي تطلع معانا ارقام ايه كويسه يعني. اوكي تمام حلو يعني، لو حبينا نغير ممكن نغير هنا كمان يعني، ممكن ماكسيم سايز بتاعنا نقلله او نزوده، والمينيمم سايز برضه ده نزوده او نغيره، فده كله ده معانا يعني احنا نقدر نشتغل فيه يعني تمام. والنورمال انجل دي برضه لو حبينا نغيرها بنغيرها تمام، فده كل ده معانا يعني. اوكي فماشي اوكي، خلينا بقى نرجع كده خلاص، انا كده خلصنا الجزء. طبعا في حاجه تانيه مهمه جدا وهي حته الكونكشنز، ان انا اتاكد ان هو في كونكشنز ما بين الايه اللي هو ده وده يعني، هو عامل لك كونكشن ما بين قول 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 بالظبط بين الجريد والسترايب بين فيسز، وهي الفيسز اللي هي احنا عندنا خارجية بالظبط كده الخارجيه احنا عندنا. هو ده والله، هو والله ظبطها يعني، هو ظبطها كويس يعني، بس فعلا احنا هنا جميل حلو. مهتمين. طب ثانيه واحده، وانا ليه فعلا ما خدتش الوولز دي؟ الوولز دي مهمه اصلا، في حاجه فعلا هو خد بالها منها واحنا والله ما خدناش بالنا منها يعني، يعني فعلا انا الباي جريد وول دي المفروض تبقى داخل معانا الفيسز ثانيه زي ايه مثلا يعني، انا داخل معانا المفروض البادي ده، خلينا بس نعمل حاجه واختار ده واعمله بس هايد بعد كده اختار فيس مثلا. ماشي خلاص، طب خلاص هو غالبا عشان خاطر الحته دي، بس اي ثينك ان هو في كونكشنز قدر يظبطها يعني، هو في كونكشنز قدر يظبطها كويس، فده كويس، ده انا مبسوط منه يعني تمام، ان هو قدر يجيب الفيسز بالظبط يعني، ودي حاجه كويسه. طب خلاص ماشي، خير خير ان شاء الله. ماشي خلينا بقى ايه نطلع بقى بره الكلام ده، وطبعا هو ده كده الميش بتاعنا، والخطوه الجايه بقى تبقى هي السيت اب، ان احنا نعمل بقى ايه سيت اب، بس قبل ما اطلع اعمل الميش ده ابديت عشان يروح للفلوينت، وطبعا هنروح كده عمل علامه صح، طبعا هو لسه بيابديت فعمل صح، ده معناه ان هو خلاص راح للايه للسيت اب، وده ان شاء الله الخطوه الجايه اللي احنا هنعملها باذن الله، ان احنا هنعمل السيت اب بتاعنا سلا بقى ونسيبه يحل معانا. بس طبعا ان هو ده رقمه هيبقى 3 مليون، فده احنا محتاجين زي سيرفر او حاجه عشان نقدر نسيبه، ان هو بياخد وقت شويه، بس ان شاء الله يعني اللابتوب بيبقى قادر ان هو يحل لنا المساله، او بس عمل علامه صح ده ان هو عمل ابديت، فان شاء الله يبقى الخطوه الجايه هنعمل ايه السيت اب يعني، نعمل سيف، يبقى كده دي خطوه الميشن. السلام عليكم. نكمل بقى جزء السيت اب، انا عملت السيت اب وطلعت الريزلت، بس هنعمله تاني مع بعض دلوقتي، فانا خدت المش بتاعي، انا حتى صغرت المش شويه، خليت المش بتاعي حوالي 800000 اليمنت عشان طبعا يبقى الحل سريع شويه، فهنفتح السيت اب مع بعض. انا هشتغل دبل بلايستيشن، انا ممكن اخد 10 كور مثلا من اللابتوب بتاعي، ممكن بعد كده الناس اللي عندها سيرفر او جهاز كبير ممكن تزود الكورس براحتها، فهندوس ستارت. اوكي لما يفتح ممكن نرجع تمام خلاص، هو خلاص هو بيقول لك لو انت شغال باين اللي هو بولي هيدرال مش تستخدم البتاع دي وكده، بس مش ممكن ناخدها، احنا شغالين تترا كده كده، بس يلا نحطها مش مشكله. اوكي خلاص حلو قوي، بعد كده نطلع هنا ماشي. اول حاجه هشغل طبعا ستيدي، الجرافيك بتاعتنا هتبقى في اتجاه الزد ناقص 9.81 ماشي. اول حاجه المودلز عندنا هنشغل الانرجي اوكي، وبعد كده الاس اس تي احنا شغالين كي ابسلون ستاندرد، مفيش اي مشكله نعمل اوكي. انا عايز اجيب البيبر معلش اللي احنا كنا شغالين بيها ماشي، عشان نرجع لها في اي حاجه، هو قال ان هو اشتغل ستاندرد. بعد كده الماتيريال بتاعتنا هنبقى شغالين مثلا، تعال نشوف طبعا اير الماتيريال الثانيه هيبقى فيه اللي هي السويل، وهنا سويل نشوف بقى الداتا بتاعت السويل نجيبها منين 1500، والسي بي عندنا بكام 880، والسيمي كوندكتيفيتي 1.4 تمام، ونعمل تشينج اند كرييت هيقول لي اوفر رايت الالومنيوم. بعد كده هنعمل واحده ثانيه اللي هي البي في سي اللي هي الاسم اللي هو بوليفينايل كلورايد تمام، الدرس بتاعتنا 1380 والسي بي 900 والسيمي كوندكتيفيتي 0.16، نعمل شنو كريتور لا مش اوفر رايت خليهم هما الاثنين. حلو جدا بس كده خلصنا الماتيريال، نشوف بعد كده في السيلز كونديشن عندنا اهم حاجه ده يكون فلو، ده المكان اللي يمشي فيه الفلو، ودي هتبقى سويل ونتاكد منها ان هي واخده السويل ماده السويل. حلو جدا مفيش اي مشكله. بعد كده الباوندري كونديشن، اول حاجه طبعا انا محتاج اعملها هو عامل زي كونتاكت ريجون كده ليهم يعني كذا حاجه، بس دول كلهم انا مش عايزهم بصراحه، فانا عشان كده هعمل ايه، انا همسح دي يعني، انا ايه اروح هنا وهمسحها وهعمل نيو، وهعمل ليه بقى فين لده ولده، بس قبل ما اعمل لده ولده خلينا ايه نعملها مانوال، واختار حاجه اسمها كابل دول، كابل دول ان هو بينقل الحراره ما بين الولد والولد، ده اللي بيحصل في الحقيقه، اختار ان ده هو ال ده ال التارجت ده السورس عندي، فين السورس اللي هو السويل هو ماشي يعني، هو ممكن نختار ده ونختار ده اهو اتنين مع بعض، ونعمل كابل دول ونعمل كرييت نسميها مثلا سويل وايب. حلو جدا 100 100 100 مفيش اي مشكله، نديت كده اهو
مش اي مشكله. حلو، نروح بقى اول حاجه اللي قالت عندها، اللي هو قال السرعه داخلين بيها كانت كام؟ كانت 6 متر بالسكند، ودرجه الحراره اللي داخل بيها، وقال في السمر درجه الحراره كام؟ وقال 50، بس انا هحطها 6 35 لان المكان اللي انا فيها هيبقى 35، ف 6 ماشي، وانها تبقى 35، فنعملها ايه بقى؟ بسم الله، الكالكليتر زائد 35 يعني 308.15. ماشي، حلو جدا، نعمل ابلاي. بعد كده بالنسبه للاوتلت، اوكي برضه هيبقى السيرمال بتاعنا بقى هيبقى كام؟ احنا بص انا شايف ان ممكن نخليها درجه الحراره العاديه اللي هي 298.15 اللي هي درجه الحراره البيت العاديه، تمام كده؟ حلو، نعمل ابلاي عشان ده هيطلع على بيت يعني. بعد كده دلوقتي عندي ده مش انترفيس، ده هيبقى وول، تمام كده؟ وهنخليه ني انسليشن اللي هو ديباتيك، تمام كده؟ هيبقى السويل ده بتاع التربه، ماشي حلو جدا. بعد كده عندي اللي هو الحاجتين دول اللي هم العمودين اللي طالعين دول، دول برضه هيبقوا انستليشن، دول وول، تمام، وهيبقى برضه انستليشن، والماده بتاعته ماده البحر، حلو جدا. بعد كده ماشي ماشي، الاوتلت هنا بقى، دول انترفيس، انترفيس تمام، دي بول ما فيهاش حاجه اصلا يعني، مش تعمل فيهم حاجه. السويل اوت فيس بس بقى، دي الحاجه اللي بره، تمام كده؟ دي اللي هي هتبقى ليها درجه حراره تي اس بتاعتنا، اللي هي هتبقى كام؟ هو قال كام؟ 26 باين يعني، هو اي حاجه كده اي بين 26، ولا على 26.3 حاجه زي كده، او 26.3 تي تي اس، اللي هو لو رحنا حسبناها 0.5 زائد 36، 26.3 يعني 299 ونص، يعني 299 ونص. حلو جدا، بس كده احنا كده خلصنا الباوند كونديشن. نروح بقى هنا للسيت اب، هنسيبها زي ما هي بس هنخلي ده سكند اوردر وده سكند اوردر، تمام كده؟ بعد كده المينيتورز، هو كان قايل 10 اس 6 بس انا شايف ده كبير قوي، فممكن نخليه 10 اس 4، ماشي، وفي ليهم كلهم، نعمل اوكي. حلو قوي. بعد كده الانيشاليزيشن بقى بتاعنا، احنا هنعمل ستاندرد انيشاليزيشن، ونختار اول زوند، ماشي، هنخلي الانيشال بتاعنا اللي هو ايه مثلا 299 مثلا، اوكي، ونعمل انيشاليز، يعني اول ما هو بياخد وقت بس الانيشاليزيشن، تمام. بقى نعمل باتش، ونروح هنا نختار تمبريتشر، ونختار السويل، السويل دي درجه الحراره فيها هتبقى كام؟ 290 ونص برضه، اللي هي الاي تي اس، تمام كده؟ دي الانيشال بتاعنا، حلو جدا. بعد كده اروح للكالكوليشن اكتيفيتيز، اروح على الران كالكوليشن، وهنختار مثلا احنا كام؟ 1000 ممكن 2000 اتريشن مثلا، وهنريبورت كل مثلا ايه 10، عشان كل ما تكبر عدد كل ما السرعه بتاعت الوقت الحل هيقل عندك، لان هو مش كل شويه يقعد يطلع لك الحل، كل 10 اتريشن كل 20 اتريشن يطلع لك الحل، هو بس بيلود، اول ما يرجع تاني هنكمل، اوكي 10 10. وبعد كده ان ايه هنكالكوليت، تمام كده؟ خلوني بقى ايه بعد ما كالكوليت نكمل بقى نشوف الحل. طبعا انا هنا في ممكن كنا ممكن نحط حته البوينت دريفن او البوينت دريفن فلو، اللي هو تخلي الفلو اللي هو السخن يطلع لفوق، الهواء ساينس ده كان بيصور هنا في البيبر ان الدنسيتي ثابته، يعني في الاسامبشنز بتاعته ان الدنسيتي هنا اعتبرها ثابته وما غيرهاش، فبالتالي انا هلتزم باللي هو قاله، يعني انا مش هعمل حاجه ثانيه، هو قال ان الدنسيتي ثابته، اوكي وانكمبريسبل، فانا مش هغير اللي هو قاله عشان نشوف الارقام تطلع زي ولا لا. احنا خدنا كذا بلين، وخدنا التمبريشر ديستريبيوشن على كذا لاين، فنشوف مع بعض كده. اوكي، لو انتم شايفين كده دي الكونتورز بتاعت التمبريتشر، طبعا هو داخل بالاحمر، درجه الحراره كبيره جدا، هي يعني بدات تتوزع، السويل بدات تسحب منها، بدات تبرد 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 لحد ما طلعت من الناحيه الثانيه هنا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا ده معناه ان هو يعني احنا مثلا انا برضه حطيت لاين هنا ولاين هنا، يعني هنا ده الال شارت، دي درجه حراره الال، فعندنا داخله 300 المفروض 308 كلفن، اللي هو يعتبر يعني لو طرحنا منها ال 290 ونص 0.15 هيدينا كام؟ هيدينا درجه الحراره الداخله اللي 35، بعد كده بدات تقل واحده واحده كده لغايه ما وصلت تحت عند الاوتلت بقى، انتم شايفين كده وصلت معايا 304.75، فاهم؟ عند الاوتلت، فده ده كويس جدا، ده معناه ان الارقام هنا كويسه، تمام؟ يعني هو خرج دخل ب 308 وخرج ب 304، يعني قل حوالي 4 درجات، فهو كان داخل 35 خرج عند 30، تمام كده؟ فدي ده التمبريتشر سبيشال اللي حصل، وده شكل الكونتورز بتاعت التمبريتشر، شايفين طبعا تاثير شكله عامل ازاي بتاع السويل. احنا ممكن برضه الكونتورز نخليها بدل التمبريتشر نخليها مثلا شكل الفيلوستي مثلا، ماشي، فده كده شكل الفيلوستي، ممكن هنا برضه نحط ده بدل التمبريتشر نخليه فيلوستي، برضو فيلوسيتي، تمام. كان شايف البلينز دي، كان شايفين ده شكل الفيلوسيتي داخل معانا بالسرعه هنا، ولا تمشي طبعا هنا السرعه هنا قليله قوي، مفيش هواء بيمشي هنا كتير، هو اكتر حاجه بيمشي 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 ويبدا يتفرع لحد لما بيتجمع هنا مره ثانيه بالشكل اللي انت شايفينه، تمام. يا رب يكون ميديوم فيت، ونتقابل بقى في فيديوهات جديده باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.